وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تواجه تحدي التواجد على مساحة 5% من مساحة مصر منذ سنوات. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إنشاء 24 مدينة ذكية ساهم في القضاء على العشوائيات. التواجد المكثف في شريحة أرض 5% من مصر. مصر مليون كيلومتر مربع، 5% يعني 50,000 كيلو. بقالهم كده قد إيه؟ بقالنا كده 105 العمر كله. خلاص ضاقت علينا. وحتى بيئيا بقت مؤذية. اللي حصل ان احنا قلنا ايه؟ مش العاصمة، احنا بنتكلم في 24 مدينة ذكية. كم؟ 24 مدينة ذكية. طبعا ليه؟ لان النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده، بقى فيه اكتر من 40-50% من الكتلة السكانية في مصر عشوائيات. خلاص بقى ما فيش تنمية عمرانية خالص، بقى الناس عايزة تعيش وبس. فكان لابد ان احنا نخرج بره الشريحه ديت ونصل ل 10-12% من مساحه مصر. اذا انت بتتكلم بقالك عشرات ويمكن اكتر من 200 سنه عايش على 4-5% وعايز في خلال 10 سنين تبقى على 10-12%. ايوه، والعاصمه جزء منها.